تمكنت قوات المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع عناصر حرس الحدود من ضبط عربتين بداخلهم حوالي 60,000 قرص من عقار الترامادول المخدر ومبلغ مالي كبير. وأضاف المتحدث العسكري ضبط عدد 7,000 قاروصة سجائر مسرطنة وحوالي 2,000 علبة مستحضرات تجميل مغشوشة. هذا وتواصل قوات المنطقة الغربية العسكرية جهودها في تأمين الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد كافة عناصر التهريب والهجرة غير الشرعية والعناصر الإرهابية.